السلام عليكم. اليوم ان شاء الله هنصاوب لكم واحد الاكله اللي السميه ديالها بي بي اف. شنو المعنى ديال بي بي اف؟ هي بي بصله، بي بيض، اف فرماج. اليوم ان شاء الله هنصاوب هذه الاكله هذه، وتتبعوا معايا. هذوما المقادير، فيها بصله وبصله والبيض فرماج، والمقادير تعرفوا نتوما العطريه. المهم تبعوا معايا ان شاء الله ونبداو. اول حاجه كنبداو بها كنقشروا البصيله ديالنا. الناس اللي مكيعرفوش يقردو يتعلمو مني. كاين شي عيالات في شركة كنخدموهم معرفو تا يقردو لينا البصلة اخويا، غير كاين اللي كيعرفو تا يقردو البصلة وباغي يخدم. المهم انتوما تعلمو كيفاش كنقرد انا البصلة. كنحيد انا، المهم انا ما كناكلش هاد القشور اللي كيكون الفوق ديال البصله، كنحيدو. اللي يقدر ياكلو ماشي مشكل، المهم انا المهم هاد القشور ديال البصله ما كناكلوش. كنشعلو ليه البوطه وكنرشو عليه بالزيت، كنرشو عليه بالزيت. ها هو كنديرو مليحه، شوية البزار، كنبقاو كنخلطو حتى ينسجمو. ومن بعد كنغطي عليهم. نخليوها واحد داب حد 10 دقائق بما دابت. دابا كنفتحو عليها. بداش كدوب. شنو اللي كيبقى لينا؟ كيبقى لينا نقطعو الفرماج، ومن بعد غادي نلوحو البيض وندردرو عليه الفرماج. دابا كيبقى لينا الطريقة ديال تقطيع الفرماج. كنقطعو على شكل شرائح كيفما كتشوفو هكدا. We'll be right back.
دابا غنبداو نهرسو في البيض. دابا كنلوحو الفرماج. من بعد كنغطاو عليها باش الفرماج يذوب. ومن بعد كنزلو عليها شو كيولات. اوه سي كوا سا، هذه أكلة بي بي اف، فيها البيض وبصلة وفخوماج، أكلة طيبة. وما تنساوش باش تابوناو في لاشين ديالي يوتيوب.